الناس يقول لك ما من كورونا، ما من مرض، ما من وباء، قد احنا متعودين. بدول دحنا النامية وغير النامية يوصلوهم الخبز لداخل البيوت، يوصلوهم الكمامات، عندنا تجيب داخل الصيدلية ما حلش الكمامة واحدة، كمامة واحدة ما حلش. ما وجدناش بالسوق كمامات، يعني كمامات غير التواجدة. الكمام اللي كان ب 20 ريال الآن مبالغ فيه ب 300 ريال وغير موجود. صح ولا لا؟ أيوه. المنظمات غير موجودة. يعني ما فيش أي تحفيز من قبل الجهات الحكومية أو دعم للمواطن هذا علشان يقاوم فيروس كورونا إطلاقا. لمن يطالب؟ أين الحكومة؟ من لمن يطالب الحين؟ المواطن ما أقدر يشتري، بعضهم ما أقدر يشتري أي حاجة. المواطن الغير عايز يرتفع والحكومة راقدة، وين نفعل؟ الكمام لا يكلف شيء. يعني هل معقول أن الشرعية والتحالف والحكومة ما تقدرش توفر كمامات للمواطنين، قفازات؟ يعني للأسف الشديد أصحاب شركات الأدوية ضيعوا من السوق الكمامات تماما. ما حصل ماشي. أنا من الصباح أنا أدور كمامات ما حصلتش. الدولة ماش موجودة بالخالص، كيف عاد يعمل لي خلاص؟ مش موجودة لا بالشارع ولا بالصحة ولا بشيء. احنا ضايعين ضايعين احنا بالبلد، والله ضايعين.